اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل واحنا بنتكلم كان المهندس عدلي عايز يشير لنقطه مهمه عن لقاء تابعته. اللقاء ده وحاجات تانية هنجيب سيرتها برضو. اوحت ليا بالمقدمه اللي انا قلتها. لان حسيت ان احنا في زمن خطر جدا. تستطيع انك تقول اي كلام باسلوب مؤثر وتلح عليه الناس يصدقوا. انا استمعت امبارح الى برنامج للكابتن جمال عبد الحميد. مش عارف اذا كان ده على الهوا ولا كان معاد، غالبا يكون معاد لان اعتقد ان الكابتن جمال مسافر بره. لكن استوقفني، انا سمعت كلام حسيت ان الكابتن جمال بيتكلم عن فترته في النادي الاهلي وخروجه من النادي الاهلي وكانه يشير الى نادي انا ما اعرفوش. لان طبعا اشار في الاول انه كان حاول في الزمالك وان هو زملكاوي ولكن راح الاهلي وكان هيمشي واللي كان هيمشيه عشان كان عنده 18 سنه وما كانش حابب انه يلعب معاه في 21 سنه. مين قال له الكابتن الجوهري اللي هو بيقول لك ابويا الروح بعد كده؟ وعلى فكره الكابتن الجوهري هو اللي مشاه. كان المدير الفني للاهلي وقتها. وبعد كده هو يعني اللي انقذه. كل شيء جاد. لكن انا استوقفني فقره مؤلمه جدا، يعني ما تسمعها. ايه ده ازاي يعملوا مع الكابتن جمال كده؟ لو انا ما اعرفش النادي الاهلي، قال لك انا لما اصبت بكسر مضاعف فاصبت رجلي عملوا لي عمليه جديده اول مره مسامير وشرايح وبتاع، وكان لسه العلم مش متقدم قوي، بعد فتره عشان ما تعملش التهاب لازم تتشال المسامير والشرايح دي. فالدكتور مصطفى الشرقاوي كان العيد داخل بعد 3 ايام هيسافر بره ويقعد مده، فانا ما كنتش حابب ان اللي يشيل المسامير حد غير الدكتور مصطفى. فروحت عنه قال له روح بكره ادفع 500 جنيه واحجز وانا حاجه اعملها لك. فقال لي انا رحت، بيقول للمقدم البرنامج انا رحت قابلت مدير الكوره. قال له مين مدير الكوره؟ معلش مش ضروري. قال له رحت لمدير الكوره طلبت ال 500 جنيه، قال له عينيا الاثنين بس ايه ان انا حدهم لك بس تعلن اعتزالك وهديك كل مستحقاتك بس تاخدها على سنتين. شوف الجبروت. اولا هو قال قبليها ان انا كنت في اوضه نزلوني عنبر، وبعد كده احد الزملاء كلم الحاجة تيسير فرجعني الاوضه وقال علاجه على حسابي، عايز يشير النادي الاهلي لم يتحمل. فدي نقطه هنفوتها دلوقتي لما تيجي معاه. لكن اللي يعنيني انه لما المقدم البرنامج اصر مين مدير الكره اللي عمل معاك كده، قال له كابتن زيزو. كابتن زيزو قال لك اديك 500 جنيه بس تعتزل؟ قال له وانا ما رضيتش ورحت بعت مجوهرات والدتي ورحت دفعت الفلوس. منتهى الجحود. فيلم هايل جدا، ولو كان حقيقه يعني تبقى نعيط كلنا. طيب ده كلام مهم جدا، ده كان في موسم 82 يا جماعه. دلوقتي الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، الله يسهل له وينجحه ويوفقه. لكن فكره ان في كل مناسبه تيجي القصه ديت فيقعد يحكي كلام بخيال يظهر من خلاله الاهلي في منتهى الجحود والنكران، وانه مسؤول النادي وقتها كابتن عبد العزيز شاف مدير الكره تعامل معاه بكل هذا الجحود وهذا النكران والإهمال لإصابته، لأنه الكلام فيه بعد إنساني شوية. عشان كده للحقيقة وللأمانة وللتاريخ كان لازم أن يكون معانا اللي الكابتن جمال ذكره بالاسم، الكابتن الكبير عبد العزيز عبد الشافي. مساء الخير يا كابتن. كابتن زيزو أهلا وسهلا. ازيك يا زيزو بيه؟ ازيك يا كابتن، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ازيك يا حبيبي ابراهيم؟ ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ ما قلوش الا زيزو بيه. زيزو بيه. الحمد لله رب. كابتن، سمعت اللي المهندس عدلي رواه من قصه ذكرها الكابتن جمال عبد الحميد، وانت حضرتك وقتها كنت مدير الكره المسؤول. المساله تخص قيمه الوفاء في النادي الاهلي الحقيقه. لو ذكروا في الواقع. لان وذكر حضرتك تحديدا. ايه القصه والحقيقه للاجيال وللتاريخ؟ اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا اهلا بيكم الاول، انا اول مره اروح قناه النادي الاهلي يمكن من 4 سنين او 5 سنين. تشرفنا يا كابتن. الله يخليك. يعني في بالنسبه للموضوع ده لو كان موضوع شخصي يخصني انا
ما كنتش اتكلم فيه، ان انا مؤمن بان الله دافع على دين امان، وانا طول عمري ماشي بالمبدا ده في حياتي كلها الحمد لله ونعم بالله. وفي نفس الوقت لما باجي بالنسبه للنادي الاهلي ككيان ما بقدرش ان انا اسكت، لان ده مش حقي لوحدي، انما ده حق النادي وحق كل مسؤوليه في الفتره اللي انا كنت موجود فيها لغايه النهارده والى ما شاء الله. أي. الموضوع بتاع الكابتن جمال ده أي. ده يعني الحقيقه جمال ذكره كتير جدا جدا طوال السنين اللي فاتت، وانا ما فيش مره واحده رديت عليه غير مره واحده بس. ايوه قلت له، بعت له رساله كانت مع الكابتن ربيع ياسين. ايوه قلت له يعني يا جمال ما فيش داعي تشكر الحاجات ديت، لان انا ما عملتش اللي انت بتقول عليه ولا النادي الاهلي عمل معاك. القصه بقى باختصار شديد جدا وهي طويله مش قصيره. لا خد وقتك، خد وقتك، الحقيقه مهمه. كان كنت انا مساعد الكابتن حسن حامد، يعني كنت مدير كوره مساعد. ايوه للكابتن حسن، ده الكلام ده سنه 81. ايوه فالكابتن حسن جه فقال لي زيزو انا مش عايز اللاعب جمال عبد الحميد يكون موجود في الفرقه. فانا قلت له انا مقتنع جدا بقدراته. فالمهم في الاخر خالص قلت له يا كابتن حسن استاذنك في حاجه، قال لي اتفضل. قلت له ممكن تخليني انا مدير الكوره بتاعه؟ انا اللي اصرف له كل حاجته، وانا اللي اتابعه، وانا اللي اراعيه في اي حاجه، وانا اللي هبقى رقيب عليه. قال لي خلاص انت حر. رحت عامل له برنامج في نادي المقاولين العرب مع الدكتور سيد مصطفى الله يرحمه ويحسن اليه. ده كان افضل من يعني كان افضل معد يعني تاهيلي ومعد وكل حاجه، وكان شخصيه رائعه الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. فكابتن سيد قال لي يا زيزو بعته لي، ورحت قلت له انا عايز من حضرتك تقرير اسبوعي بالتزامه وتواجده والحاله اللي هو كويس. فالكلام ده امتى؟ الكلام ده كان تقريبا في شهر 4/81، كان قبل المباريات بتاع الدور ال 32 في كاس افريقيا. كانت مع بطل تنزانيا. فاللي حصل ان نفذنا البرنامج. جمال التزم التزام غير عادي. وجالي تقرير منه من الدكتور سيد ان هو تمام التمام. جه فورمه عاليه جدا. لعب الماتشين بتوع تنزانيا اللي هم في دور ال 32. يعني بعد الاصابه لعب؟ لا داخل لسه الاصابه ما حصلتش. احنا بنتكلم في شهر قبل الاصابه. قبل الاصابه المفروض ان كان هيمشي، انا اللي مسكت ان هو يستمر من خلال قدراته اللي انا مقتنع بيها. طيب كان هيمشي ليه يا كابتن قبل الاصابه؟ لا هو الكابتن حسن كان شايف انه غير ملتزم. يعني تمام. في عدم التزام منه في التدريب. فالكابتن حسن كي كمدير كوره قال لي انا مش عايز الولد ده موجود في الفرقه. قلت له معلش انا معلش اختلف معاك يا كابتن حسن، هو صاحب القرار. انا مدير، انا المساعد، المدير بتاعه مساعد. فقلت له ممكن تخليني انا مدير الكوره بتاعه انا اتولاه. فوضك بالمسؤوليه دي. قال لي انت حر. فعملت البرنامج المهم يعني وربنا كرمه ورجع فورمه عاليه جدا. لعب الماتشين بتوع دور ال 32 وجاب جونين انا اتذكر في الماتشين دول. الماتش الثاني بالذات اللي هو كان في القاهره. ايوه. دخلنا على الصيف والموسم خلص، اتعمل معسكر في المانيا. كل دوت طبعا هو ايه موجود مع الفرقه وملتزم وعالي جدا. بقيت انا مدير الكوره. يعني كل اللي انا عملته ده كنت مدير مساعد. ايوه. بقيت انا مدير الكوره من شهر 7. كويس؟ وكابتن حسن بقى خلاص بقى مجلس اداره متفرق يعني. ايوه. فالموسم بدا او هيبدا امتى؟ هيبدا في نص سبتمبر. كويس؟ بدانا فتره اعداد وخلصناها في المانيا اخر اغسطس ورجعنا القاهره قبل المباراه بتاعه دور ال 16 كانت مع بطل زامبيا. دخل في كوره مشتركه مع اكرامي. نجمنا الكبير واصيب بكسر مضاعف في رجلي. كويس؟ انا عايز اقول هنا بس ملحوظه بسيطه، انا اكتر لعيب كوره اصبت في مصر. صحيح. كويس. الاصابات دي كانت نعمه من ربنا عليا، سواء في سلوكياتي او في اخلاقياتي او في حياتي او في رضايا او في ايماني بالله سبحانه وتعالى. أيوة. واستفدت منها جدا 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 كمدير فني وكمدرب وكاداري وككل حاجه. ايوه. والاستفاده الاكبر اللي انا كمان درستها في كليه التربيه الرياضيه، سواء اصابات او تدريب او ما شابه. فدي بقت كمان عندي الاحساس بتاع اللعيب المصاب. كويس؟ المهم بعد ما اصيب الساعه 5
كويس، اتعمل له كونسولتو من 4 دكاتره على راسهم الدكتور مصطفى الشرقاوي الله يرحمه ويحسنه، وده كان افضل واحد في مصر في الوقت ده. والعمليه اتعملت له بالكونسولتو ده خلصت الساعه 11 بالليل في نفس اليوم. في نفس اليوم بقول لحضرتك الاصابه بتاعته كانت الساعه 5، الساعه 10 اتعملت له العمليه، خلصها الساعه 11 كويس، وكانت في مستشفى السلام الدولي مش مستشفى درجه ثالثه كويس. المهم انا رحت له ثاني يوم الصبح الساعه 9 ازوره، فحصل موقف انا عمري في حياتي ما انساه. لقيت جمال واقف على رجليه وفي كريب بنداش حوالين رجليه وساند على ظهر السرير واقف في الاوضه. فلما دخلت انا اتفاجئت بالموقف. فقلت له يا جمال انا حصل عندي شعور في حياتي ما حسيته. قال لي ايه يا كابتن؟ قلت له حسيت بالغبطه، مش الحسد، حسيت بغبطه انك انت واقف على رجليك قدامي بعد 12 ساعه من الاصابه او اربعه او اقل من 24 ساعه. ما شاء الله. يعني على ان انا واقف على رجلي يا كابتن ده انا مصاب. قلت له انا وقفت الوقفه دي بعد 3 شهور. فانت ما شاء الله. كويس. فقلت له مما يوحي ان العمليه اتعملت ناجحه بتكنيك بالضبط. متقدم يعني. المهم العمليه خلصت والفريق جاء، الفريق كله كان جاله ثاني يوم في اتوبيس داره. الفريق كله. ودي كان ذكرها الكابتن ربيع ياسين مره كده في حديث من احاديثه في الاهرام الرياضي. ايوه. المهم الدكتور مصطفى الشرقاوي بقى هو اللي المفروض يتابع معانا ويقول لنا على البرنامج بتاعه. قال لي يا زيزو احنا دلوقتي في شهر سبتمبر، خلاص اعتبر انه خلص، اكتوبر نوفمبر ديسمبر الثلاث شهور دول هيتم فيهم اعداده بدنيا بالتدريج، ان شاء الله يبقى معاك في الملعب من شهر يناير. 82 بقى احنا دخلنا على 82 كويس؟ اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل ان الفتره احنا كملنا افريقيا. احنا في 82، انا اسف، احنا دلوقتي ايه؟ في 82 لما حصل ان احنا دخلنا في بطوله افريقيا لعبنا دور ال 16 ده خلصناه، كملنا بعد كده بقى في اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 12 طبعا اللي ربنا كرمنا فيه بطوله افريقيا الاولانيه مع الكابتن محمود الجورة الله يرحمه. جمال في الفتره دي غير ملتزم بالمره في العلاج كويس. طبعا يعني لو في حد وقف معاه كشخص وربنا جعله سبب بعد النادي الاهلي والمدير الكوره اللي هو انا كويس، فجبته قلت له يا جمال انت لازم تلتزم زي ما كنت ملتزم مع الدكتور سيد كده وتاخد بالك، لان انا وقفت معاك عشان كان في اقتناع كامل بقدراتك. الوقفه نسيت اقول لك بقى على حاجه، سيبنا بطوله افريقيا كويس، اقسم لك بالله هذا حدث، كان عندي المكافاه بتاعت البطوله على الورق عندنا في النادي اللي هي في اللوائح 2000 جنيه ماكسيموم، كان رقم كبير 50 2000 جنيه. 2000 جنيه بطوله افريقيا. بطوله افريقيا كانت 2000 جنيه اللعيب اللي بيلعب ال 10 ماتشات. كويس. انا ربنا كرمني قوي وانا مدير كوره وجعل في بعض رجال الاعمال على راسهم تيسير بيه الهواري وعبد المنعم بيه عطيه. أيوة. الناس دي وقفت معايا وقفه جامده جدا، وفي حققوا لي اكبر مكافاه في تاريخ النادي الاهلي في السنه دي. ال 2000 جنيه بقوا 12600. تضاعفت 6 مرات زي ما بقول لحضرتك كده، غير سبائك ذهب، غير سجاد، غير نجف، غير حاجات عينيه ثانيه كثيره جدا جات لنا من اصحاب المصانع الاهلاويه، وكانت حاجه بصراحه انا نفسي اتفاجئت بيها، وكان فضل من الله عليا كويس. اقسم لك بالله هذا حدث، ربنا شاهد على كلامي، انا خدت ال 12000 جنيه ورحت مجرى العيون بنفسي للشقه بتاعت جمال عبد الحميد اللي كان ساكن فيها مع والدته واخواته، واديته المكافاه بنفسي كامله بالرقم كامله، لان هو قال انا كان ليا 60% ما خدتهمش. خلي بالك بقى ايه، في نقطه هنا، في نقطه في مجموعه من اللعيبه مثلا على رسوم النجوم الكبار اكرامي ومصطفى عبده ومصطفى يونس وماهر همام ومحمد عامر ومختار مختار والخطيب ومش عايز انسى حد يعني، عشان دول كلهم يعني كلهم ما شاء الله، وربيع ياسين، كل دول خدوا المكافاه الكامله كويس. وعملت انا مبدا من عندي كده، اللي لعب 50% ياخد 100%،
واللي لعب 25% ياخد 50%، واللي ما لعبش خالص هياخد 50%. عملت ابجريد لكل حاجه، لكل حاجه تخطر على بالك. كويس. المهم هنا على فكره، حتى بالمناسبه المكافاه اللي اتعملت للجهاز الفني، الكابتن جوهري يعني قال لي ايه ده، انا مش مصدق ده، انا كده اكني لسه بشتغل في الخليج من كترها يعني، واخد بالك، بفضل الله يعني. كويس. المهم يا كابتن عادل، جينا في يناير عدى، فبراير عدى، بدات الفت نظر جمال، احنا بنحكي عن نهايه الموسم. كويس. مفيش التزام خالص، اخباره كلها كانت بتبقى عندي، بس طبعا يعني في حاجات انا ما اقدرش احكيها او ما احبش بمعنى صح يعني. ناس ثانيه حكيتها على فكره. ها؟ ناس ثانيه زمايله حكوها. لا انا ما احبش اتكلم في النقط دي، لان خلينا في اللي يخصك انت. وانا اساسا ما بحبش اتكلم عموما في الاعلام عن الموضوعات اللي زي كده يعني. ربنا يبارك لك. المهم ان جينا لغايه شهر كام؟ شهر 5. رحت جاي قعدت معاه، قلت له يا جمال خلي بالك، انا وقفت معاك الفتره اللي فاتت عشان انت كنت تستحق ان انا اقف معاك. شهر 5؟ اتفضل. ها؟ شهر 5 بتقول؟ شهر 5، دخلنا على شهر 5. قلت له وكان موعد عودته في 1، لكن المفروض يرجع في 1. مفيش، قعد بقى لشهر 5 مش قادر يرجع. لا خالص، لغايه لما جينا في شهر 5 رحت قاعد معاه، قلت له خلي بالك يا جمال، احنا عندنا معسكر في شهر 8، لو فضلت على الحاله دي مش هتطلع مع الفرقه، وخلي بالك هيبقى موقفك خطر، وانا اول واحد زي ما وقفت معاك، انا اول واحد هقف مع النادي طبعا لصالح النادي. جينا المعسكر بتاع المانيا كان في شهر اغسطس، قلت له يا جمال هيتعمل لك برنامج، كان معاه محمد عباس، هيتعمل لكم برنامج انتوا الاثنين، لو ما التزمتوش فيه انا مش هقدر اسجلكم على طول كده. قدر حضرتك، سافرنا المعسكر بتاع المانيا ورجعنا، طبعا ما خدتهوش ولا هو ولا عباس، رجعت فاللي حصل ان لما رجعت ما التزمش، داخلين بقى على الاخر. طب مين سؤال بس؟ اخر اغسطس. لا سؤال كده، لما حضرتك سافرت مين كان مكلف بمتابعه برنامجه؟ كان في الكابتن شوقي عبد الشافي وكان ارون سلام. انا بس باكد المعلومات اللي عندي. ايوه كويس. فاللي حصل ان احنا بعد ما رجعنا من المعسكر فبسال على الموضوع، ما فيش. كان حتى ساعتها في لعيب جديد كان طالع ساعتها، اسامه عرابي انا اتذكر. واسامه كان ملتزم جدا وكمل معانا بعد كده ولعب الفاينل الثاني اللي هو في 83. المهم ان احنا جيت بعدها على اساس الامل اللي يكون موجود. انا كنت جاد جدا معاه بصراحه. جيت قلت له يا جمال بص، احنا عندنا لغايه 28 اغسطس اخر حاجه بالنسبه لك، لو ما التزمتش انا مش هسجلك. كويس. وخلي بالك يا جمال، انا عارف كويس جدا ان بعد 30 اغسطس انت هتبقى حر، هسيبك تبقى حر، لان انا عايزك تيجي بارادتك، مش عايزك تيجي غصب عنك. النادي الاهلي اللي يلعب فيه لازم يلعب بالاراده بتاعه النادي الاهلي. كويس. فقال لي طيب حاضر وبتاع. يوم 27 28 كنت عارف كويس قوي، قاعد مع الكابتن احمد رفعت الله يرحمه والكابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه والعافيه، واتفق معاهم قالوا له بس هنصبر اليومين اللي هم فاضيين على الشهر. جبته انا قلت له على فكره انا عارف، كنت قاعد النهارده مع الكابتن ابو رجيله والكابتن احمد رفعت، وحتى انت طلبت 10,000 جنيه وما رضوش يدوك اي حاجه يعني، خدوهم ببلاش، وانا على الوعد بتاعي، لان انا بتكلم معاك بصدق زي ما اشتغلت معاك بصدق، انت بقى عايز تبقى في النادي الاهلي واخد بالك، هتجيني بعد التسجيل ما يخلص، لو انت عايز تجيب النادي الاهلي هقول لك اهلا وسهلا، بس اديني جمال عبد الحميد اللي انا عايزه. انما لو عدى يوم 30 خلي بالك مش موجود في النادي الاهلي خالص. حتى لو انت جيت لي بالمنظر بتاعك يعني ما فيش. ده اللي حصل بالضبط في هذا. طيب الموضوع. هل كان بقى فكره ايه بقى بفك المسامير وال 5,000 جنيه وانت قلت له اعتذر لو اديتك ال 500 جنيه وانت قلت له قدهم لك بس؟ لا الكلام ده اول مره اسمعه في حياتي ومفيش اي حاجه منه خالص. وبعدين النادي بيدفع له 12,600 جنيه مكافاه بطوله هو ما لعبش منهم غير ماتشين من العشره، هيبخل عليه ب 500 جنيه؟ واحد عمل له برنامج خاص وعمل له مدير كوره خاص وكان في اوضه ونزلتوه عنبر. لا حته الاوضه دي بقى، الاوضه دي المستشفى دي كان عليها ضغط جامد جدا جدا جدا. كويس. هو بعد العمليه اتنقل الاوضه، تاني يوم بعتولي
هو نفسه بعت لي قال لي يا كابتن انا عايز عشان والدتي وحد من اخواتي موجود معايا. خدنا له سويت جناح سويت لوالدته ولاخواته، مش اوضه سويت. كويس، هو ده اللي حصل بالظبط. هو بقى السويت ده سماع عنبر. انا اقول هنا تعقيب مهم قوي على القصه دي. اه لولا النادي الاهلي عمله ولولا انك انت معاك مدير كوره اصيب كتير جدا ودارس اصابات، ما كانش بقى جمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر اللي في كاس العالم. ما كانش بقى جمال عبد الحميد نادي الزمالك اللي ربنا كرمه بعد كده لولا الوقفه دي. وعلى فكره الموضوع ده اتعمل قبل كده برضو في وجودي بس مع ناس ثانيه. يعني اتعمل مع زكريا ناصف، بس زكريا الراجل شايل لغايه النهارده هذا الموقف. وزكريا كان ليه قصه مؤلمه مؤلمه جدا، بس زكريا كان راجل جدا والتزم وكان صادق جدا، وكان الفتره بتاعت علاجه يعني كان المفروض يبطل. خدناه برضه وكان ليه قصه ثانيه في مره ثانيه بحكيها لكم يعني. طيب في الوقت ده كان الكابتن الجوهري المدرب ووافقك على عدم قيد الكابتن جمال. ده هو كان 100% يعني. اصل هو قال لي انا شخصيا قبل ما يسافر معسكر وانا قلت له الاثنين دول، قال لي لا 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 اتعامل مع محمد عباس. اه نفس الكلام هو، عشان كده بعد كده قال لك اللي انقذني الكابتن. ما علينا. يعني هو لبس النادي الاهلي قصه وهميه في عدم الوفاء. لا 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 لم تحدث. هو انا عايز اقول له يا جمال، انت بقيت نجم كبير في نادي الزمالك وفي منتخب مصر، وربنا كرمك بقيت كابتن منتخب مصر في كاس عالم. الحاجات اللي زي دي تنقص من نجوميتك، الحاجات اللي زي دي الصدق فيها يزود ويكبرك عند الناس مش العكس. انت هتستفيد ايه لما تقول حاجه زي كده؟ وبعدين انا مش هاجي بقى بعد العمر اللي انا عشته ده كله هاجي اقول قصه مختلقه، ده انا حافظها حافظها صم. انت حافظها بالتواريخ كمان. لا ده انت بتقول الساعه 5 والساعه 11 وبقول لك قعدت اربع ساعات ولا ثلاث ساعات في العمليه يعني. احنا جينا قعدنا جبنا له عربيه مخصوص مجهزه علشان تنقله. لا ده قال لك رحت في عربيه شالوني في دواسه كده بتاعت العربيه ونقلوني مع يعني. هو حكى قصه مؤثره. لا الدواسه دي بقى، الدواسه دي لها قصه ثانيه. الدواسه دي احنا قعدنا من كتر ما احنا خايفين عليه واللعيبه تبكي علشانه. مصطفى يونس كان راكب عربيه كبيره شويه في الوقت ده كويس. فمصطفى راح داخل قال يا كابتن ممكن اجيب عربيه كبيره ممكن ياخد الكنبه اللي بره ونحاول نوصله. قلت له يا مصطفى مش هيستحمل الالام، لازم نجيب له عربيه مجهزه. مصطفى دخل فعلا لغايه خط ال 18 كان واقف فيه وشلناه كلنا حطيناه مع الدكاتره على الكنبه اللي بره لغايه ما عربيه الاسعاف جت. كان في صعوبه كبيره جدا بالنسبه لها في الوقت ده. بس فهي دي القصه. وطبعا يعني زمايله طبعا شاهدين على الكلام ده، فانا مش شايف ان هي ليها لازمه حتى حاجه زي كده تتقال يعني. انا بعيد حتى عن الكلام في الموضوعات دي وبعيد عنها خالص يعني. كابتن عبد العزيز احنا بنحب نتحرى الصدق ونقول الحقيقه. كنت اقدر احكي كل ده، كانت المعلومات عندي، لكن كنت اتمنى ان اسمعها منك وانت الحقيقه بثقتك في نفسك وثقتك في ناديك وتفضلت وافقت تيجي تحكي القصه. اعتقد الناس شافت الحقيقه، وانت حتى مش انت مصدق الناس شافت منك لقطات اخطر من كده بكتير، ولكن انت بتقول لهم استشهدوا بزمايله حتى يعني. ما علينا يعني، احنا بنشكرك يا كابتن عبد العزيز. العفو يا كابتن. وباذن الله يعني نلتقي في كثير من الامور اللي هي تستحق ان الناس تشوف يعني الشهود على ما يحدث في النادي الاهلي في حقيقته. شكرا جزيلا للكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني والمدرب السابق.